أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنتكلم عن الأهمية الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي، وده اللي أكدته أزمة السفينة الجانحة بالقناة بعد ما تسببت في تعطيل حركة التجارة العالمية بسبب غلق القناة مؤقتا. اسمحوا لي أرحب بضيفي في المواجهة عبر زوم، هيكون معانا أو معانا دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور مساء الخير وأهلا بيك. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك واستاذ مشاهدينا. اهلا وسهلا. وازاي ازمه السفينه الجناحه كشفت اهميه القناه عالميا وان هي اهم ممر ملاحي للتجاره العالميه؟ يا فندم، من سنه حفر القناه في يعني سنه 1886 يعني، والعالم كله عارف اصلا ومدرك تماما اهميه القناه. احنا عارفين الارقام بتقول ان احنا عندنا 12% من حجم التجاره العالميه بيمر عبر القناه، ان تجاره النفط العالميه كمواد خام كخام النفط نفسه بيمر من الشرق من الشرق الى الغرب، يعني من دول الخليج مثلا الى اوروبا والولايات المتحده الامريكيه فيما قبل ذلك. ودلوقتي المنتجات النفطيه بعد تكريرها في الغرب تنزل من دول اوروبا الى الشرق، يعني سواء في الصين. يعني القناه السويس طول عمرنا بنعرف ارقامها ان هي قناه حيويه للغايه والتجاره العالميه بتعتمد عليها، لكن عمرنا ما عايشنا يعني فترة طويلة من فترات الإغلاق. آخر مرة القناة أغلقت فيها لهذه المدة كانت مع حرب حرب 67، وانتهت بعد حرب أكتوبر. قعدت القناة مقفولة طول فترة الحرب. بالنسبة لجيلي أنا مثلا والجيل اللي قبليها كمان ما عايشناش فترة إغلاق القناة، وما يعني العالم بدأ يعني يحس إن قناة السويس دي بقت عاملة زي قلبه أو الرئة اللي بتعمل عمليات حيوية مهمة جدا للجسم، والجسم ما يقدرش يعيش من غيرها، لكن في نفس الوقت هو مش حاسس بيها. العمليات الحيويه بتحصل حضرتك من غير ما حضرتك تحس بيها. ما بداناش نحس بيها بقى الا لما حصلت ازمه قلبيه او حصل تعطل للرئه او فشل في الرئه، يعني بدانا نحس ان التجاره العالميه كلها متوقفه على الموضوع. القناه شريان مهم جدا، التجاره العالميه ما تمشيش من غيره. السفن رغم معرفتها بان القناه واقفه وان الملاحه فيها معطله وقد تستمر العطله لمده اسبوع او اكثر من اسبوع، ظلت واقفه على اعتاب القناه سواء في الجنوب او في الشمال علشان تعبر، لان العبور رغم العطله ما زال اوفر ليها من الدوران حول افريقيا، وبقى الدخول في مجاهل القرصنه اللي ممكن تحصل على الشواطئ الافريقيه او الدوران حول طريق رأس الرجاء صالح، اللي اصلا بقى غير مضمون وغير مؤمن للسفن، مش بس مؤمن امنيا يعني، حتى مؤمن جغرافيا. شكل الصخور اللي فيه، شكل التضاريس اللي فيه، العالم كله نسي دلوقتي اصلا طريق رأس الرجاء صالح، مش بس كمان على التكلفه الزياده، لا على كمان ان احنا يعني زي ما قلت لحضرتك كده في مخاطر امنيه وجغرافيه يعني. الحاجه الثانيه كمان يا فندم، ان القناه مش بس بتخدم على فكره الطريق ما بين ما بين ما بين الصين و اوروبا يعني، او ما بين جنوب شرق اسيا واوروبا، لا القناه بتخدم اربع طرق مهمين جدا، اللي هي مثلا من سنغافوره الى نوتردام، ومن شنغهاي لنوتردام، ومن راس النوره اللي هي في السعوديه للولايات المتحده الامريكيه، الموانئ بتاعت غرب الولايات المتحده الامريكيه. الثلاث طرق دول القناه بتنافس فيهم جميع طرق العالم، وبتقدم فترات اختصار اكثر من 10 ايام بالنسبه لها. ده كله حسناه وعرفنا قيمته بمجرد لما الازمه حصلت. طيب ايه تداعيات في رايك، يعني تداعيات حادث السفينه الجانحه على الاقتصاد العالمي يا دكتور محمد؟ بصي حضرتك، الحادث استمر 6 ايام، يعني احنا فقدنا القناه يوم 23، استعدنا القناه تاني يوم 29، الملاحه بدات ترجع تاني يوم بانتظام، يعني اللي هو النهارده يوم 30، رجعنا الموضوع بدا يمشي تاني بانتظام كعادته يعني، وكمان الازمه بدات تتفك. الست ايام رغم انهم مده قليله جدا يعني في عمر العالم وحتى في السنه التجاريه، الا انهم هيكون لهم اثار ضخمه جدا على التجاره العالميه. ليه بقى؟ لان على الاقتصاد العالمي والتجاره العالميه. اولا احنا كنا خارجين من ازمه كورونا زي ما حضرتك عارفه، والاقتصاد العالمي كان متضرر للغايه ومضروب ضربات قاتلة يعني على طول السنة اللي فاتت كلها. الاقتصاد العالمي كان بدأ يتعافى بسبب يعني الفتح اللي حصل والتحرر من الإغلاقات اللي كانت حاصلة مع كورونا. جاء موضوع الإغلاق ده عشان يعطل حركة التجارة بين الشرق والغرب.
ده من ناحيه التجاره اصلا، التجاره العالميه هو اللي بيدور حوالين الاقتصاد العالمي، يعني عمليات التصنيع وعمليات الاستهلاك كلها بتجري على التجاره العالميه. يعني مثلا العربيه اللي حضرتك مثلا بنركبها هنا في مصر دي في الغالب بتبقى مصنعه في جنوب شرق اسيا او بتبقى مصنعه في اوروبا، دي مركبه اللي شايلها وجايباها. الطعام بتاعنا ده برضو مركبه اللي شايلها وجايباها. الملابس اللي احنا لابسينها دي مركبه شايلها وجايباها، وهكذا. النمو العالمي كله بيتوقف على حركه التجاره. بعض الدراسات يعني السريعه كده بدات تقول ان احنا ممكن نفقد 0.5% من النمو العالمي بسبب هذه الجائحه، بسبب الست ايام اللي حصلوا دول. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هيبقى عندنا لمده على الاقل شهر، على الاقل شهر من اضطراب حركه الملاحه في المواني العالميه. ليه بقى؟ لان المواني كلها بالذات اللي على طريق شنغهاي روتردام، او اللي على طريق سنغافوره نوتردام، او اللي على طريق راس تنوره نوتردام، المواني دي كلها بتبقى عندها اسكادجول او جدول، يعني بيخرج منه بيخرج منه السفن، وبتدخل سفن ثانيه في اوقات معينه. اللي حصل ان السفن اللي كان المفروض توصل مثلا يوم 24 ما وصلتش الا يوم 31 او يوم 1 في الشهر اللي بعده. ده معناه ان احنا في سفن كتير جدا ما دخلتش في وقتها. ده معناه ان التعطل اللي كان على ابواب القناه من الناحيتين هينتقل بالتبعيه الى هذه الموانئ، كله حسب بقى الاشغاليات. ويعني بالتالي المواني نفسها هتواجه نفس التعطل اللي كان حاصل في القناه. دي الحاجه الثانيه. ثالث حاجه، احنا العالم اصلا كله بيشهد دلوقتي ازمه ضخمه جدا في اكمان الكونتينرز. عارفه حضرتك الحاويات اللي كانت محطوطه على السفينه اللي كانت طول الوقت الكاميرات عليها دي، الحاويات دي العالم شاهد فيها ازمه ضخمه جدا. الكونتينرز ال 40 قدم وال 20 قدم دول ارتفع، ال 40 قدم بالذات يعني ارتفع ثمنها حوالي 320% عن نفس الوقت ده في السنه اللي فاتت. تخيلي حضرتك بقى كل السفن اللي واقفه على جانبي القناه دي، دول شايلين كمان كونتينرز. السفينه المتعطله نفسها كانت شايله اكتر من حوالي 18000 كونتينر. احنا بنتوقع ان حجم الكونتينرز اللي كانت واقفه على جانبي القناه يبقى على الاقل خالص مضروب في 10 من الكونتينرز دول. يعني كان في حوالي 180000 كونتينر واقفين على جانبي القناه في ظل ازمه اصلا، واسعار الشحن، اسعار الكونتينرز ايجارها واستخدامها مرتفع للغايه. ده معناه ان الاسعار دي هترتفع تاني، رغم ان هي كانت بدات يوم 25 مارس اللي احنا موجودين فيه ده، اللي هو كان اليوم الثاني للازمه، كانت بدات تشهد انخفاض. الاسبوع اللي جاي ده اللي احنا فيه هيبدا نشوف ارتفاعات تاني على اسعار الكونتينرز. لسه بس في حاجه، نقطه مهمه جدا حضرتك، واحنا شخصيا في مصر هنتاثر بيها. اسعار المواد الاساسيه وبالذات المواد الغذائيه منها هتشهد ارتفاعات ضخمه. احنا اصلا دلوقتي العالم كله عايش في حاجه اسمها السوبر سايكل. السوبر سايكل دي او الدوره الفائقه دي بتحصل كل فتره زمنيه، يعني كل على فترات زمنيه متقطعه. السوبر سايكل دي بتشهد ارتفاع حاد جدا لاسعار المواد الاساسيه وبالذات المواد الغذائيه والمواد المعدنيه منها، وبيليها طبعا بقى اسعار النفط. التوقف بتاع السفن اللي شايله المواد دي على جانبي القناه تاني هيرفع اسعارها اكتر على العالم كله. ده كله بيصب في السؤال، في اجابه السؤال الاول بتاع حضرتك، اللي هو العالم حس ازاي بالازمه؟ العالم هيحس بيها. حتى المواطن العادي في انحاء كتير جدا من العالم اللي هو اصلا ملوش علاقه بقناه السويس ولا حتى يمكن عمره سمع عنها، جيبه هيتاثر بيها تاثر مباشر. تمام، اسمح لي هنروح نشوف جزء من تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قال فيها الاقدار بتعمل افعالها، وشاورت واكدت ونبهت على الدور الكبير والاهميه الكبيره لواقع بقاله 150 سنه. هنتابع ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك يا دكتور. الحقيقه الشيء اللي احنا نسميها ازمه يعني اللي حصلت ديت اكدت حاجه يمكن نكون احنا ما كناش نتمنى ان يحصل حاجه زي كده، ولكن المقادير بتعمل او الاقدار بتعمل اعمالها يعني او افعالها. فاحنا لكن هي شاورت او اكدت نبهت على الدور الكبير والاهميه الكبيره جدا لواقع بقاله 160 سنه تقريبا. يعني احنا 1869 النهارده، يعني ممكن نقول 150 160 سنه قناه السويس دي ترسخت في وجدان صناعه التجاره العالميه كده. فهي بس حبلت في ظل الكلام اللي بيتقال كتير عن يعني عن بدايل وكلام من هذا القبيل. لا ده مرفق عالمي للتجاره الدوليه، وبقول ترسخ في افكار ووجدان الصناعه ديت في العالم كله.
12 13% من حجم التجارة بيتنقل عندكم. فأنا بس عايز أقول إن يمكن رب ضارة النافعة في إن هو قال للناس خلي بالكم، لا قناة السويس إن شاء الله قادرة وباقية ومنافسة جدا جدا. طيب هرجع لك دكتور محمد شادي، قراءتك إيه لهذه التصريحات الرئاسية حول قناة السويس وأهميتها وما خرجنا منه يعني من هذه الأزمة؟ هو سيادة تلخص كل اللي أنا عمال أقوله لحضرتك دوت بكلام معقد وبأرقام، لخصه يعني ببساطة جدا لراجل الشارع العادي اللي هو يا جماعة قناة السويس دي مهمة جدا في كلمتين كده في ثواني عشان يدخلوا يعني إلى قلب وعقل الراجل اللي بيسمعه بكل بساطة، بدل يعني الطحن اللي أنا قعدت أقوله لحضرتك في خلال الربع ساعة اللي فاتت دي كلها. هو يعني هو سيادته اختصره في كلمتين بالظبط، يا جماعة القناة مهمة جدا، القناة ملهاش بديل رغم عدد كبير جدا من البدائل المطروحة وعدد كبير جدا من البدائل النظرية، القناة يعني صعب جدا إن هي يوجد لها بديل، ودي على فكرة نعمة ربنا علينا. يعني حضرتك عارفة إيه، ده مش بسعي مننا، السعي بتاعنا يجي جاء بقى وظهر إمتى؟ ظهر إمتى قوة المصريين وظهر إمتى إرادة المصريين في معالجة الأزمة. الأزمة كانت متوقع إن هي تاخد على الأقل خالص أسبوعين في معالجة وفي تحريك السفينة، إحنا حركناها الحمد لله بفضل ربنا يعني وبمشيئته حركناها في 6 أيام. كل الأكثر أكثر يعني المحللين والخبراء تفاؤلا كان بيتكلم على ان احنا عندنا على الاقل 2 أسبوع يا جماعه، ما تتوقعوش قبل 2 أسبوع الموضوع يتحرك، وده مش كلام على فكره يعني ناتج عن يعني تخيلات، لا السفينه عرضها 400 متر، القناه نفسها عرضها اقل من كده 300 وحاجه متر، عمق الغاطس بتاع السفينه حوالي 16 متر او 15 متر و9 من 10 العمق القناه في اقصى في المنتصف في اقصى عمق ليها 24 متر، الجزء اللي كان داخل فيه الغاطس بتاع السفينه ده اللي هو طوله 16 متر كان اقل من 10 متر، يعني الغاطس نفسه داخل في الطين لاكثر من 6 متر تحت، حضرتك متخيله حجم الطين وحجم الرمله اللي حوالين الغاطس ده؟ ده اللي كان البلدوزر الصغير او الونش الصغير بيحاول يعمله لوحده، يعني علشان ما كانش ينفع 10 او ناس يشتغلوا على فكره، هو لازم واحد بس اللي يشتغل في المنطقه دي علشان ما يحصلش مشاكل او يحصل ان الونش يعني دوت يصطدم بجسد السفينه او يحصل فيها اي اضرار. بس افسر لحضرتك ايه سبب الونش اللي كان واقف ده لوحده. ده كله كان بيقول ان احنا عندنا على الاقل خالص 2 أسبوع السفينه محمله ب 200,000 طن من البضائع واقفه بعرض جنحه من قدام ومن الخلف، الدنيا يعني كل انا بقول لحضرتك ان كل القنوات العالميه كل الميديا العالميه كانت بتقول احنا قدامنا مش اقل من 2 أسبوع، ما تكونش متفائلين اكتر من كده. اتفضلي حضرتك. طيب هو في بعض الارقام زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي وذكرتها، يعني خلينا نتكلم عن هذه الارقام ونقراها معاك. يعني مثلا انه بيمر 12% من اجمالي التجاره العالميه عبر القناه، وبتمثل صادرات النفط الخام والمكرر والغاز بين 5 إلى 10% من الشحنات العالمية، كمان أنه بتقدر شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية لويدز ليست حركة المرور المتجهة غربا لقناة السويس بنحو 5.1 مليار دولار في اليوم، وحركة المرور المتجه شرقا 4.5 مليار دولار في اليوم. كلمنا عن هذه الأرقام وإلى أي مدى هذه الأرقام فعلا، يعني يمكن خلينا نقول زي ما كان الرئيس بيقول يعني إنه هذه الأزمة يمكن وضحت للعالم مدى أهمية القناة. بص حضرتك أنا هاخد بس الجزء بتاع النفط المتجه شمالا والمنتجات البتروليه المتجهه جنوب. ده انا بس اقول لحضرتك ده دور القناه بتلعبه من غير اصلا ما حد يحس بيه ومن غير ما حد يشعر بيه. الفكره كلها ان احنا عندنا كميات كبيره جدا من النفط العربي بالذات، النفط العربي الثقيل يعني بيخرج من دول الخليج، الاشقاء في الخليج يعني بيطلع الى دول اوروبيه، جزء منها في البحر على البحر المتوسط وجزء منها في بحر الشمال، يعني بيدخل النفط الخام ده بيتعالج بيتكرر وبعدين يخرج على هيئه منتجات نفطيه سواء سولار سواء بنزين سواء نفته سواء مازوت،
ويرجع تاني لاماكن استهلاكه في الجنوب، مش بقى عند دول الخليج، لا عند جنوب دول جنوب شرق اسيا. وكمان بيجي لنا نفط تاني من روسيا والنرويج ينزل على الاجزاء بتاعه جنوب شرق اسيا علشان يتعالج ويتكرر. انا بس اقول لحضرتك الدور بس اللي القناه بتعمله في هذه العمليه دور محوري للغايه. تخيلي حضرتك كده مشاركه القطاعات بتاعه الصناعات الكيماويه وقطاعات التكرير وقطاعات النفط في الناتج المحلي لدول الخليج قد ايه. ده يقول لحضرتك يعني دول الخليج اساسا بتعتمد في النواتج المحليه بتاعتها على النفط، ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه العالم اللي شغال، المصنع اللي شغال تحت جنوب شرق اسيا ده كله شغال اصلا بمنتجات نفطيه جايه من الشمال، يعني قلب القلب المنتج للنفط في الاساس والقلب المنتج للمنتجات البتروليه اللي بتحرك سواء السيارات او بتحرك سواء الطائرات او حتى المنتجات الجديده بتاعه السفن نفسها اللي قررتها منظمه الملاحه العالميه. يعني كله خارج وكله كله خارج من الشمال او من الشرق او من الغرب وكله بيعدي عبر القناه. بس اقول لحضرتك دي حاجه واحده، استهلاك الصينيين من اللحوم واستهلاك الصينيين من البذور كله معدي من القناه. المنتجات الاستهلاكيه اللي بيستهلكها الغرب دلوقتي كله معدي من القناه. دور القناه رائد جدا يا فندم. ودور القناه يعني مش عاوز اقول لحضرتك ان هو يعني كريتيكال اكيد، يعني هي بتوفر كمان القناه دكتور محمد بتوفر كمان من 8 ل 11 يوم امام السفن المره من الشرق الاقصى الى اوروبا، مقارنه بالوقت الزياده اللي هتستغرقه اذا ما اخذت الخط الملاحي التقليدي المار بطريق راس الرجاء الصالح. وكمان 40% من بضائع العالم من حيث الحجم والوزن بتمر من القناه بشكل عام. ايه اللي بيعكسه هذا الامر؟ بصي حضرتك القناه عندها اربع طرق ملاحيه بتشتغل عليهم اصلا في الاساس وهي رائده فيهم، ومش بس بتنافس فيهم طريق راس الرجاء الصالح، لا وبتنافس فيهم قناه بنما. الاربع طرق هم سنغافوره زي ما قلت لحضرتك عليهم في اول مقابله خالص عشان بس ما نرجعش نعيد تاني. القناه بتقدم على الاقل خالص 10 ايام في كل طريق من الطرق دي، ومش بس بتربط زي ما عدد كبير جدا من المشاهدين يعني فاكر او يعني مفترض على الامر بتربط بس ما بين الشرق اللي هو الصين والغرب في اوروبا، لا ده بتربط كمان في عدد كبير جدا من كل يعني كل السفن اللي خارجه شايله نفط عربي رايحه لشرق غرب الساحل الغربي من الولايات المتحده الامريكيه، كله خارج كله فندم خارج الساحل الشرقي قصدي فيه الولايات المتحده الامريكيه، كلها خارجه من القناه. يعني تخيلي دلوقتي مثلا كده في سفينه خارجه من جده او في سفينه خارجه من راس النوره في المملكه العربيه السعوديه، عندها طريقين، يا اما تنزل تحت من راس الرجاء الصالح يا اما تعدي من القناه. سفينه ثانيه جايه من من سنغافوره عندها طريقين، يا اما تعدي في قناه بنما يا اما تعدي في قناه السويس. قناه السويس اوفر ليها من قناه بنما وبعدد يعني اكتر من 11 يوم او 12 يوم. ده بيفيد حركه الشحن العالميه وحركه التجاره العالميه بطريقه غير طبيعيه. الافاده دي حضرتك جايه بقى ومتمثله في ايه؟ ان الوفر اللي عدد الايام ده بيعمله موازي للوفر اللي في حجم السفن. يعني شركات السفن دلوقتي، شركات بناء السفن وشركات الملاحه العالميه بقت تطلب سفن وناقلات عملاقة، لأنه كل ما السفينة كانت عملاقة وشالت عدد أكبر من الكونتينرز اتوفر لشركة الشحن. يعني على فكرة السفينة اللي كانت واقفة دي حاملة الكونتينرز اللي كانت واقفة في القناة دي اللي هي ايفر جيفن دي بتشيل حوالي 23000 كونتينر. السفينة دي اتعملت أساسا عشان توفر. تخيلي حضرتك بقى دلوقتي أنا مش بوفر لك بس سفينة واحدة، ده انا موفر لك على الاقل خالص 10 سفن. لو احنا قلنا بس السفينة الواحدة هتضرب يعني هنشيل عدد الكونتينرز في اثنين، فانا موفر لك 10 سفن ب 10 تكلفة يعني تكلفة 10 سفن في النقل بتاعهم وفي الطاقة بتاعتهم بيعدوا من خلال القناة. فعلشان كده احنا بقينا متوقعين دلوقتي ان السفن يعني يكبر حجمها، وعلشان كده بقت شركات الملاحه دلوقتي بعد 6 سنين من القرار اللي اتخذته الدوله المصريه بحفر القناه الجديده يعني او القناه السكه الموازيه ليها، بقت دلوقتي بعد الازمه شركات الملاحه العالميه بتقول يا جماعه وسعوا القناه علشان نستقبل عدد اكبر من الكونتينرز، السفن تشيل عدد اكبر من الكونتينرز، لان احنا متوقعين في سنه 2030 ان احنا يبقى عندنا
سفينه بتشيل 30,000 كونتينر وفي 2040 متوقعين 50,000 كونتينر. فتخيل حضرتك احنا كنا سابقين بقد ايه، بعدد سنين قد ايه قبل 6 سنين. ده احنا الناس بدات بتنادي بتوسيع القناه، احنا يا جماعه مش وسعنا القناه، ده احنا عملنا لكم قناه موازيه ليها. ولو تخيل حضرتك كده لو ايفر جيفن دي كانت وقفت في القناه الموازيه القناه الجديده، او كانت وقفت في القناه القديمه في نقطه موازية للقناة الجديدة، أو كانت القناة الجديدة امتدت للمكان اللي إيفر جيفن واقفة فيه، ما كناش أصلا حسينا بالأزمة. أكيد. لأن كان في طريق بديل يدخل منه السفن وتعدي وتكمل طريقها يعني. تمام. طيب خليك معانا يا دكتور، وقبل بس ما نكمل حوارنا خلونا نستعرض معاكم هذا العرض اللي بيوضح مزايا قناة السويس كممر ملاحي عالمي. نرجع لحضرتك مرة تانية دكتور محمد شادي، وخلينا ننتقل لمحور آخر وهو أهمية قناة السويس للاقتصاد المصري. دلائل ومؤشرات الأهمية دي. أولا فندم، قناة السويس كان يعني التدفقات اللي عملتها السنة اللي فاتت كان هي الأعلى في 2019، كان هي الأعلى في تاريخها، 5.8 مليار دولار. السنة فاتت 5.6 مليار دولار بسبب الأزمة اللي كان فيها العالم يعني. القناة هي بتعد المصدر الخامس لتدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، 5.8 مليار دولار، رقم ضخم جدا بيعتمد عليه الاقتصاد المصري. ومش بس على فكرة قيمة القناة في العوائد اللي بتجيبها، لا، في أهميتها الاستراتيجية. تخيل حضرتك دلوقتي قيمة مصر هي عند العالم بسبب التعطل القناة. تخيل حضرتك بقى السنين اللي فاتت دي، الحروب اللي كانت حاصلة السنين اللي فاتت كلها ما بين بريطانيا وفرنسا في القرن 19 والقرن 20 على موقع مصر. الأهمية الاستراتيجية للقناة أكبر بكتير جدا من قيمتها الاقتصادية. العالم يعني الفرنسيين والبريطانيين موتوا بعض فعلا، يعني قتلوا بعض فعلا علشان القناة دي ومين يسيطر عليها. يعني دماء سالت علشان القناة دي. ده يعني بجانب الأهمية للأهمية الاستراتيجية، الأهمية الاقتصادية للقناة. تاني حاجة، احنا دلوقتي عندنا مشروع ضخم جدا، المفروض ان احنا يعني بدأت بشايره تحصل. يعني احنا عندنا مشروع اسمه المشروع القومي للتحول لمركز عالمي لتداول الحاويات. ده بيقلب القناة من مجرد ان هي خط يعني طريق سريع السفن بتعدي فيه الى ان هو مركز لوجستيات عالمي السفن بتقف فيه، يحصل لها اعادة تموين ويحصل لها اعادة اصلاح ويحصل للطقم بتاعتها تداوي واستشفاء، والبضائع اللي عليها يعني الكونتينرز اللي عليها تتحمل وتتبدل في المواني الستة اللي تابعين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الفكرة دلوقتي ان احنا نحول القناة من مجرد مكان بس للعبور الى مركز لوجستيات عالمي، العالم كله يبقى بيحط فيه بيخزن فيه اللوجستيات بتاعته، وعلى جانب مركز اللوجستيات دوت يتبني حواليه مصانع قناطق صناعيه متخصصه سواء لدول او لمنتجات. يعني مثلا عندنا دلوقتي منطقه صناعيه صينيه وعندنا منطقه صناعيه روسيه، المناطق الصناعيه دي هتنقل التكنولوجيا وهتنقل النو هاو لمصر، هتشتغل وهتصدر وهتشغل مصريين وهتشغل يعني روس وصينيين. القيمه المضافه اللي هيعملها المناطق اللوجستيه دي للاقتصاد المصري ضخمه جدا. احنا متوقعين ان احنا في سنه 2035 توصل الصادرات بتاعتنا ل 100 مليار دولار من اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ال 29 او ال 30 مليار دولار، بسبب ان احنا متوقعين ان المناطق اللوجستيه اللي في قناه السويس هتشتغل والمناطق الصناعيه اللي فيها هتشتغل، بحيث ان احنا يكون عندنا صادرات للخدمات وصادرات للسلع بالرقم اللي انا بقول لحضرتك عليه ده. ده معناه ان احنا دلوقتي مش عدنا بس ونفكر في ان القناه تجيب عوائد
بس من المرور فيها، لا احنا بقينا نفكر دلوقتي في استغلال القناه نفسها. تمام. علشان نشغل المناطق دي. يعني بس عاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه هنا جدا. اتفضل. عشان بس اربط حاجه للساده المشاهدين. اتفضل يا دكتور. حضرتك فاكره موضوع القطار السريع اللي اعلن عنه في الشهرين اللي فاتوا دول. القطار السريع اصلا ده معمول، القطار الكهربائي السريع ده معمول علشان يخدم على منطقه اللوجستيات الموجوده دي. القطار السريع ده على فكره في ثلاث مراحل فيه هيطالوا مصر بالكامل، لكن المرحله الاولى ما بداتش مثلا من اسكندريه لاسوان، وده على فكره يعني مخطط فيه هيطلع القطار من العالمين يوصل لاسوان، لكن المرحله الاولى بدات من العين السخنه للعالمين. ليه؟ علشان تربط البحرين الاحمر والمتوسط ببعض، تبقى هي عامله زي قناه بديل، يعني قناه موازيه للقناه اللي قناه السويس. عشان بقول اتفضلي حضرتك. ممتاز. انا بشكرك طبعا عشان الوقت، لكن بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد شادي، انا كنت موجود معانا النهارده، بشكرك على كل هذه المعلومات المهمه. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على خير، ان شاء الله اشوفكم يوم السبت القادم في المواجهه، ان شاء الله كمان بكره تكون معاكم زميلتي لما جبريل. استنوا. We'll be right back.